مجادير مجادير يا قلب العنا مجادير 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 يا قلب العنا وش ذنبي أنا مقادير مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا 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 عشنا عالأمل حنا على ميعاد حنا حنا والفرح كنا وكنا بعاد وعشنا عشنا عالأمل حنا وكان الفرح غايب وآخر الأمل كاذب وكان الفرح غايب وآخر الأمل كاذب مقادير
السلام عليكم. وعليكم السلام. كنست الشقة عيال؟ اه كنسناها بس ما نظفت بالمرة يعني. ودك تساعدنا؟ الله يحييك. مستعد ما عم فيك من البركة. هذا شيء مفروغ منه بس ما يتعلم التعاون زين؟ صح صح بهذه غلبتني بس حنا بتنتعلم فائدة التعاون. ودك تعلم فائدة التعاون تفضل. وتساعدنا بعد فرشة البيت. أنا شايف من ملامح وجهك أنك رجال نجودي وبن حلال أكيد يعني ما فيها طقة عصب. الفرش؟ يا أخي أنا ما استأجر شقة مفروشة. وانت بعد مستأجر الشقة؟ ليه في غيري؟ خلني غلطان يا بي. شفت هالرجال طوال الشوارب وأنا منهم كل واحد معه مفتاح الشقة. إيش هالفوضى؟ بيضحكون علينا؟ لا الظاهر فيها لازم في مفاهمة. هات الشنطة شوف. اقضب يا ولد اقضب. ادخل يا رجال نتفاهم انه وانت قضب. الله يهديك لازم نتفاهم جوا. يا الربع لا تضيع وقتي انا بروح اكد. انت ارقب تحتك مثل المجروح فيك جرب ان شاء الله. يا اخوي وش بلاك انت؟ الحين هو ذا جلدك ولا جلدي انا اللي نحك؟ بعدين هذا ما يجين الا اذا بطيت ما تسبحت. طب وش تحسني؟ قم تسبح قم ما تعرف النظافه من الايمان انت؟ بعدين قبل تقوم حط 750 ريال مقدم مجار الشقه يلا. ايش فيك انت؟ اذا كان الما مجاني انت خسران في خساره؟ ومن قال لك ان الما مجاني؟ حشرت تري لبطها الراع المكتب كل شهر انا. هي جارها بالسنه كم؟ وانت كم مرة فاهمك انت؟ كم مرة فاهمك انها 3000 ريال كل نصف سنة؟ اذا هذه دراهمي انا. زين انا عن اذنك 5 دقائق بس احول واجيب لك الدراهم من السيارة. اي عجل يلا. انا ابى اجيب لك من البنك اسحب لك من البنك اكتب لك شيك. اسمع لا تسحب لي بنك ما اسحب لك بنك. انا بقروش الله يسحب العدو بعد وجهك. كلك بسحب لك باسر من البنك يا اخي ما قلت لك ايش بك بجيب لك قروش بكره. وش تبي تسحب البنك؟ انا ما ابغاك تسحب البنك. انا ما ابي اسحب لك البنك بسحب لك من البنك. ايش فيك انت؟ المهم تجيب قروش باي طريقه بس. المهم هذه قروش هنا اشوف. وين ناقصه؟ هذه دار عمرك نتأسر حدر المخده عشان ما احد يدري وين. اقول اجل عرفنا محل قروشك. لو تقعد اسبوع تدور في المخده نفسها ما لقيت شيء. اي نلقاه. عموما يعني ان شاء الله تبي تصبر علي لباتر ان شاء الله. والله يا ناصر قرشات اللي فيها حلال وحرام ما ينصبر انا وانا اخوك. يعني ايش في نظرك؟ يعني لو ما جبت بكره الدراهم تبي تطردوني من الشقه؟ كل الأسف. قل لي القصة أدخل. قل لي القصة أدخل. طيب وش مشكلته؟ هو عقب النجاح مشكلة يا أخي. أجل وشولة تدرس؟ الوالد الله يهديه مثل بعض هالناس اللي عقلياتهم متحجرة. والله ما خبرت أبوك إلا أنه من أسنع الرجاجي. صحيح بس أنه في بعض الناس يجون يعطونه كلام غير سليم في يأثرون على تفكيره. طيب وش المشكلة؟ المشكلة انه يبغاني اتجوز واقعد عنده في المحل. ايه وانت وش نظرك؟ طبعا انا توني متخرج وما هو معقول اني اتجوز لازم اركز نفسي وبعدين افكر في الزواج. طيب ركز نفسك في شغل ابوك. يا اخي عمل الوالد عملية الاستيراد هذه انا ماني راضي عنها. ليه اجل انت ناوي تسوي لك تجارة جديدة؟ يا اخي بدل ما نستورد نصنع في بلدنا يا أخي. إحنا نستفيد والبلد يستفيد منا كذا. وبعدين الواحد يقدر يروح بعثة برا يختلط بالناس يحتك فيهم يشوف الأشكال والألوان. يا رجال البعثات للناس اللي يدورون الوظائف وانت والله الحمد بخير ونعمة ولا أنت بتفكر بالوظيفة؟ يا زيد العلم ما له دخل بالوظائف. التاجر يهمه العلم أكثر من غيره يا أخي. والله أني ما أدري وش تفكر به يا أخي. أنا أفكر بعقل ورواقة. أنتم الله مغنيكم بس تبون تشقون أنفسكم. طيب وش رأيك وش الحل؟ وشو حله أنت مجنون أنت؟ الحل أنا أبقى أروح أقول لهم سقطوني.
عقب ما تنجح ترجع وتقول لهم سقطوني. هذه المشكلة يا أخي اللي أنا جايك أبغاك تحلها لي. يا أخي أنت استهبلت. طيب وش رأيك؟ تبي ندور لك وظيفة عندنا في الشركة؟ الشركة اللي أنت تشتغل فيها الوالد من المساهمين فيها. أنا خابر وعندي علم، وش فيها الشركة؟ ما فيها شيء، بس الوالد يمنعهم أنهم يوظفوني. يا رجال يمكن علشان أبوك يحطونك في وظيفة كبيرة وبعدين تصير مدير للشركة. يا حبيبي قلت لك الوالد ما يوافق، ولو وافق أول شرط يبغى يشرط عليه أني أتجوز وبعدين أنحرم من البعثة. يا رجال يمكن أحصل لك بعثة بعدين. أي بعثة بعدين لما يصير عندي 10 أطفال. أنت مخك اليوم مو بشغال. بس بالأشياء اللي غثتني، الأجار وعمار الأرض. طيب بكرة لما أتوظف أنا أصير مثلك في هالمشاكل، هم تصير مستقبلي في خبر كان. يا رجال وكل الله واترك كل شيء لوقته. يا رجال أنت تفكر بشكل وأنا تفكيري بشكل. يا رجال أستر يمكن أقدر أساعدك بشيء ولا. يا رجال ما أنت مساعدنا، بس في أمان الله. في أمان الله، لا تقاطعنا. كل قائد يكون طبيعي. يا أسرة أنت بس ما كنت. السلام عليكم. والله تأخرت عن العمل. أخرك كرت كثر هذرك أنت قاعد بالصبح. الله يا ويلي ويلام من لسان المدير وش يفكني منه. يا رجال أنتم يا الموظفين أعذاركم واجدة، ولا توك جديد ما بعد عرفت الطرق. وش الأعذار؟ كانك تعرف علمنا. عطنا هي علمك ليش من أخباري كهاتي. شف أول شيء تدعي قدام الموظفين كلهم أنه أنت عندك عيلة كثيرة. عيلة كثيرة دافعوا البلاء ومنين أكلهم؟ أنا راتبي 600 ريال. يا رجال أنا أقول تدعي بعدين فائدة العيلة الكثيرة إن أعذارك تصير مقبولة. حمد لله وش ذا الحج. حتبعري أنت استمع واستفد. وش صحيح استمع واستفد. حنا نتكلم وننصحك ونعلمك الطرق وتتفلسف بعد ناخذ منك قروش حنا. لا تنفع خلاص بطل. يلا احج صايب. يلا احج يلا كمل وبعدين. يوم تدعي ان واحد مريض ولا انكسر راسه مثلا. الله يكسر راسه العاد. ايوه وبعدين. وبعدين تدفنه وتقول انه مات. حلا طيب. وبعدين وبعدين عندك الباقين. وشطبنا على الباقين كلهم، دفناهم وماتوا كلهم، وش بعدين؟ إذا دفنتهم كلهم تتزوج لك واحدة. ها؟ واحدة تجيب لك كل 2 وكل 3 جميع. عنز عرضية هي تجيب 3 و4 جميع؟ والله إنك خبصك. طيب افرض كلامك ذا مظبوط، وين نلقى اللي تجيب 3 و4 جميع؟ يا رجال انت خبل، المسألة كلها فحلة. ايييييي. ولا تنسى بعد امرك يوم تضلع ويوم سخن. يعني كلام فحلوة. ايييي فحلوة. ويوم يوم لخك دباب. ويوم اصدمتك سيارة. انا موظف جديد وانتم بتعلموني الشيء اللي ماخوذ خيره. الذي موظفين الشركات نعرفهم يزخونهم لزخ ويشغلونهم الى قبل. صاد هيني رجال، ترى احنا توظفنا وعرفنا الشغل مزبوط وعلمونا الشغل بالدكة. هذا كان اول. يا رجال انت اسمع خذ وخل. عموما سلام الله عليكم، استودعكم الله. وين تعال اخرت اوصلك على موطني طلب يا اخي. صح ايش طلب يعني على حسابك يعني نقد لريلي. لا شو ريالين؟ زودنا ريال وصارت 3 بس علشان انه زميل. بس بفطر على حسابه. ما عندي مانع. قم مشي. اتفقنا؟ ما احتاج والله. يلا مع السلامة يا شباب. مع السلامة. ناصر سم. ايش فيه؟ ايش فيه؟ خلاص خدتوا بعضكم مشيت؟ طيب ايش ما نسوي؟ لا تنسونا يا ربكم الجوع ذابحنا. عندك ابو سعود ترى ما يقصر. فسر عن درعانك وقم اطبخ لنا كبسه خلنا ناكلها، ولا واذا كنت كسلان راح اجيب لك غدا من المطعم. انا ما عندي الا سندويتش محشي بالكرشه. ايش؟
اقول ما عندي الا سندويتش محشي بالكرشه. اسمع اسمع الاخ انت، انا ما اعرف سندويتش ما سندويتش، انا عارف تحط قدامي هنا بادي مليان رز وقرصان وعطايا الله ادق فيها لين ادوخ. كان كذا اجل افتح الله اقوم اصلح الكبسه احسن. بعدين يا ابو سعود لا تقومني ابد، انا عندي حاسه شم فظيعه، لين شميت ريحه الكبسه كنت طبيعي. ادخل. سم، ايش رايك في هال إيه؟ الخاتم هذا، ايش رايك في هالفص حقي؟ يعني تعتقد ان الزمرد مثلا او على اظن لو كان زمرد أو حجر كريم. آه يا عثمان وش حتسوي؟ على الأقل أكيد بيكفيني. كم سفرة تعتقد؟ 40. أصلك ما تدري إذا سافرت أصرف واجد واجد، ما يكفيني سفرة واحدة يمكن. صح. على العموم المهم اني حنبسط اكيد 100%. اي فعلا سيف لازم تنبسط طالما المفروض يعني. اخ لكن في مشكله واحده. وش؟ في مشكله واحده لسه لا انا ولا انت مفكرنا فيها. كيف الواحد كيف يقنع الجماعه؟ الو كيف يقول لهم؟ كيف يقنعهم انه مسافر بس؟ سهله طال عمرك سهله، ذي بسيطه. بسيطه. تبغى الكلام؟ فعلا بسيطه. كل ما علي اني اقول لهم انه في شركه كبيره ارسلت تبغى واحد مندوب عن الشركه حقتها على اساس يعاين صح يعاين المنتجات حقتهم والاشياء هذه، وبالبساطه اسال. فعلا صح صح فعلا. تدري سم خلاص سوي لي الحين قرار الان طال عمرك انت جايب لي انا. نعم ايش تقول؟ عفوا طال عمرك صباح الخير الله يحييك. وش اللي دخلك هنا وش دخلك في المكتب حقك؟ اصلا انا طال عمرك دخلت. وش انت فوضي؟ لا مفتوح لاي واحد يدخل. لا لا لا. مين دخلك؟ منهم مين اللي قال لك ادخل؟ منهم انت. من انا قلت لك ادخل. انا صحيح قلت ادخل بس مو لك انت. من هو؟ لا ما في احد عند الباب الا انا طال عمرك. وش تبغى عند منه؟ وش تبغى؟ اصلا انا طال عمرك مصيف. مصيف مصيف وكمان لك وجه جاي تطلع فيه مصيف. ها الشركة صارت للتلاعب. لا لا صار بس اوقات الشركة تلعبها انت وامثالك. لا 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 مقدرات الاعضاء اللي يشتغلون في الشركة تلعبها انت. لا لا انت وامثالك انت. لا لا تعطون سمعة سيئة للشركة. لا لا ووجه سيء للشركة. ان شاء الله. لا ان شاء الله. لا انت لازم تنفصل. لا 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 خلاص. الله يطول عمرك الله يطول عمرك الله. راح اطلع يلا. مخصوم عليك 7 ايام علشان خاطرك بس اللي ما ابغى اقطع رزقك. يلا 7 ايام بس انا طال عمرك مالي الا 5 ايام. مخصوم عليك الايام اللي اشتغلتها كلها. لا بس طال عمرك اوت. نعم
اطلع برا. طيب سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يا اخوي. عسى ما شر بتأخر اليوم يا أستاذ ناصر. ولا يجيك الشر والله، مثلك خابر حصلنا أن شقه مع ربع وقعدنا نرتب وهذا ويعني هذا عذر جديد يا أخ ناصر ما تسجل بالقائمة. طبعا ما هو الأخ ناصر جديد وعلشان كذا لازم يسعفنا آخر أعذار التزويج عن العمل. ليه يعني تحسبوني أكذب عليكم يعني؟ الراس ما شاب لم كثر التفكير في العمل، ما في داعي تحاول تلف الدور. عجيب والله. الله انكم عجيبين، توني ظاهر من عند المدير متضايق صدري وانكم ضحكتون. اسمع تزعل ولا تنطق؟ والله ما احد مدارين بك. بس ان كانك تطيع شوري اضحك وفرفش تراها احسن لك. ليه يعني هذا شيء ماشي على الجميع؟ هذا شيء عادي. عادي ونص اللي تسمع بهذلة اللي تأخر، بس المدير في الحقيقة قلبه طيب. يعني اسمع هذا الأسلوب الحديث في الإدارة على ما يقولون. الأسلوب الحديث. تكفى يا أخي، أنتم ما قلتونا من أول. زدنا عطنا ما عطاك الله، تكفى أفدنا. أجل أنت ما قريت اللوحة اللي برا؟ إلا قاريها، هذه محافظة على النظام وعلى العمل هو أساس النظام قاريها. شوف يا أخ ناصر، لازم تنتبه لكل التعليمات اللي من هالنوع، وشوف ترى كل ما مريت من عند جدار تبي تحصل لوحة مكتوبة. يا ناس المشكلة المهم مش قراية اللوحات والمعلقة على الجدار، بس هل ترى احنا نطبق هالكلام لا ولا لا؟ اسمع تطبيقها مو بشغلك، المهم انك تقرأ وتفهم. زين عموما حاول تتقيد بالتعليمات لان رئيسنا متخرج من امريكا. سلام. اي نعم. عجيب، اذا هذا معه شهاده عاليه هذا. طبعا، وعلشان كذا تلقاه متمسك بالنظام. اي والله يا اخي زبط، والله ما دام الامر كذا خلاص. طيب بس اثناء النظام هذا طال عمرك يعني الربع انهم متمسكين به مظبوط ويتمشون به مظبوط ولا يعني كل يمشي على كيفه؟ ها يا اخ زيد اسمع. النظام يلح بيب انك تجي يوميا الساعه 8 للمكتب، فاهم ولا لا؟ طبعا دي فاهمها، ما في شك ان الواحد يجي الساعه 8 مفهومه. فاهم. بس الشيء اللي ما تفهمه انه عقب ما ينتهي الدوام ما يجي احد يسالك وش سويت اليوم. حبيب قلبي صار كذا تكفون يا اخي، قولوا لنا من اول الله يرحم ابوكم، حلمونا من اول يا اخي، افيدونا الله يسلمكم. ها يعجبك النظام ذا؟ والله طبعا. افهم، اذا ما يعجبك ترى يعلم المدير. لا صايد العلم، لا والله الا يعجبني ونص، ما دام فيها ان الواحد يشتغل وما حد يسالك وش اشتغلت يعجبني. حبيب قلبي على كذا، اذا الواحد يشخر طول النهار ولا حد بساله وش يسوي. اسمع تشخر بس شرط لا يسمع المدير صوتك، فاهم؟ طبعا لا ما هو بسامع، بشخر بشويش. والله ضبط جبته. ما شاء الله، يظهر عندك خبره سابقه. لا والله انا الاول مره اشتغل فيه ذا، يعني اقصد خبره بالله في الدوران. الله يسامحك يا أخ أحمد. الأخ جديد أقول لك، الأخ جديد ولازم يعني بيعطيه دروس شوية. أي والله تكفون، أي والله تكفون، تراني رجال جديد وعلى نياتي بعد. ما دام اعترفت فأنا بشربكم اليوم على حسابي عصير. أجلك تسلم. تكفى الله يرضى عليك، أبغى مع العصير واحد ساندويتش. يا رجال ذكر الله، يعني كل ما صار ابغى شراء العصير، كل ما ابغى تشري عصير تضيف على سندويش، ايش هذا يا اخي؟ ليه يا اخوي؟ احنا متفقين ومتشرطين. كل يوم طلبات الفطور على واحد. اي ما دام فيه اتفاق وشرط كلامه مضبوط، وانا بعد ابي لي واحد عصير بسندويش كبده. انت من الاسبوع اللي يجي ان شاء الله. افا
بس تعرف يا اخ احمد يعني ان انا مخصوم علي اسبوع يعني. اسبوع يا مسكين. بالله يا اخ زيد يعني ايش تبغاني اسوي؟ ايش اسوي في هالوضع ذا يعني عشان اشيل هالحسميه؟ انا اللي اعلمك. شلون؟ الدبره تكتب لك خطاب استرحام للمدير. بسيطه. ها الحين نكتب خطاب استرحام، افا عليك. ان كان الامر ذا هذا الامر سهل يعني. ولا انك تترك الموضوع لاخر الشهر. شلون يعني؟ يمكن ينسى. يمكن ينسى كلام. بس قم اخلص انت يا الحليحلي، مد يدك، حنا ما حنا بناسين الفطور. قم ابشر ذا الحين. احمد هذا ريال، جيب لنا بثلاث عصير مندل. انا مالي شيء. لك باقي الريال، اللي يبقى خذ عليك. يلا انجز عجل قبل لا يهون. اسرع.